السلام عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة من فرنسا: أخت زوجي تريد أن تسلم ولكنها تخاف من أمها لأنها لا زالت صغيرة السن، فما الذي يجب علي لنصرتها؟ حثها على الإسلام والإحسان إلى أمها، تسلم وتحسن إلى أمها وترغبها في الإسلام وتبين لها دين الإسلام وميزة الإسلام، لعل الله أن يهدي الأم أيضا. نعم.